ممكن. والمضاد الحيوي يا دكتور، واللي هيخليني اسال على المضاد الحيوي بالذات، السؤال الاشهر، جرثومه المعده اللي بقت شهيره وبقت حاجه دلوقتي بنسمعها وبقت بتظهر في التحاليل عند اي شخص، يا ترى فعلا هي ليها كورس علاجي بمضاد حيوي؟ في ناس تيجي تقول ده انا قعدت اكتر من 6 شهور هو وباخد الكورس العلاجي دوت، ولدرجه كمان هما بيبقوا عارفين ان هي في 3 حبايات او حاجه زي كده بتتاخد، وجيت اعمل التحاليل لقيت الجرثومه موجوده برضو. بصي حضرتك، جرثومه المعده موجوده عند الناس كلها. 70% من الناس عندها جرثومه المعده موجوده، يعني نورمال كومانزز، موجوده في البق عندنا وموجوده في المعده وموجوده في المصارين، ولما تحللي هيطلع موجود. موجوده. انا حدي علاج؟ لا مش حدي علاج. مش حدي علاج؟ لا، ما انا حدي 70% من الشعب. ازاي؟ انا بدي علاج لما يبقى في اعراض. لما يبقى في اعراض. طب ما هي مسبب اساسي للارتجاع المريء ومسبب اساسي. هنا هنا وضع، لما اعمل تحليل ويبقى في اعراض ادي علاج. بمعنى ايه؟ اولا جرثومه المعده عشان تحليها بتتحلل ب4 طرق. كويس؟ او احسنهم اللي هي عن طريق النفس. اللي هي عن طريق الاختبار النفس. التاني حاجه اللي هي عن طريق العينه من المعده بالمنظار. تالت حاجه عن طريق الدم. رابع حاجه عن طريق البراز. احسنهم طبعا اللي عن طريق النفس. أيوة. العلاج بتاعها 14 يوم. كويس؟ كورس بتاعها 14 يوم. احيانا العلاج لا يؤثر، يبقى فيه مقاومه. لا يؤثر. فاضطر تغير الادويه. اللي بيكون عنده اعراض، يعني حالات قرحة المعدة، جرثومة المعدة ممكن تكون سبب. اولا اللي اكتشف جرثومة المعدة خدوا جائزة نوبل، طبعا انت عارفة. طبعا. وجرثومة المعدة دخلت في ابحاث كتيرة في مصر وفي العالم كله، وصلت يعني مش عايز اقول لك مثلا 1,000,000 بحث، لان اصبحت عامل مشترك في كل الامراض، في امراض القلب وامراض القولون والسرطانات وامراض الكبد وامراض المعدة. جرثومة المعدة وصلت الموضوع، جرثومة المعدة بقت عامل مشترك دلوقتي، دخلت في كثير من الامراض. حتى دكاترة القلب بيقولوا لك اعمل، روح اعمل جرثومة المعدة. بقت مشكلة عند كل الناس. مش مسألة ان جرثومة المعدة انا عندي حللت فعندي جرثومة او تعمل علاج. لا لا. فلما بتعمل، لما بتدي العلاج 14 يوم وبتطلع مقاومة، يعني عبارة عن نوع من البكتيريا. ايوه. وليها اهداب كده بتخرم في المصارين، عارفه؟ ايوه. يعني حاجه هي دي بتعمل قرح زي الشنيور كده. ايوه. فبتخرم، بتطلع ماده تدوب المخاط اللي موجوده او الغشاء المخاطي اللي موجود في المعده او الخلايا اللي مبطنه في المعده، فتعمل تعويره. ليه قرح؟ ليه القرح؟ عشان كده هي شير اعظم في حكايه القرح. ولازم بتاخد علاج. لو انت عملت تحليل ولقيتي فيه جرثومة لازم بتاخد علاج الجرثومة، علشان هي مشارك عظيم جدا في وجود المشاكل او اللي هي القرح او الحاجات اللي هي يعني بتؤدي بعد كده بقى لحاجات زي ما بتقول بقى سرطانات ومشاكل اكبر بكتير. عامل مشاكل على المدى الطويل. ومن حاجات المكتشفه، يعني من الحاجات العلميه القويه جدا اللي اكتشفت اخيرا، اللي هي جرثومه المعده. كنت عايز اضيف لحضرتك كمان بالنسبه لامراض القولون. امراض القولون في مصر منتشره جدا في الصيف. ايوه طبعا. طبعا احنا عندنا اشهر حاجه كل الناس بتقول لك عليها القولون العصبي. ايوه. يقول لك انا عندي قولون عصبي. القولون العصبي زي ما تقولي كده والحمد لله وراثه، يعني وراثه؟ يعني تلاقي عائلات كده. في عائلات تيجي تقول لك يا دكتور ماما وبابا وخالتي وعمتي. طب يا ترى دي ليها طبيعه ان العيله دي مثلا متشبثين باكلات معينه؟ زي مثلا اهالينا في الصعيد الشطه والطواجن والمسبكات والكلام ده كله، ده الاكل الشائع. هو لحد دلوقتي القولون ما حدش عارف، يعني حتى الان لا يوجد علاج شافي بنسبة 100% لعلاج القولون في العالم كله يعني. وحتى السبب الأساسي بتاع القولون العصبي ده حتى الآن غير معروف أسبابه الأساسية. يعني هو ليه سموه قولون عصبي؟ طيب ليه سموه عصبي؟ يعني أنا عصبي يا دكتور.
لا لان انا بتشنج وبتنرفز يا دكتور. لا هو بص حضرتك، هو سموه قولون عصبي ليه؟ لانه قولون بيجي في ثلاث صور. القولون ده الاعراض بتاعته بتيجي في ثلاث صور، يا اما العيان يجي له عنده امساك بس، يا اما العيان يجي عنده اسهال بس، يا اما يبقى عنده امساك واسهال. الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض. والعيان اللي بيبقى عنده امساك واسهال ده اصعب نوع. ليه؟ لان انت هتعالج الاسهال ولا هتعالج الامساك؟ هيبقى صعب انك تعالج الاسهال. لو اديت علاج للاسهال هيحصل امساك، هو عنده امساك. لو اديت علاج للامساك هيحصل اسهال، هو بيجي له اسهال. بيبقى الترنيتيف يعني ايه؟ يعني يومين ثلاثه اسهال ويومين ثلاثه امساك، ده اسمه القولون العصبي. الحاجه الثانيه المريض نفسه الحاله المزاجيه بتاعته بتلعب دور. يعني لما يكون الحاله المزاجيه بتاعته متوتره آلام القولون العصبي بتزيد. ولو في حاجه خلايا في زي نبضات بتطلع من المخ للقولون، للقولون دي حاجه يعني علميه ثبتوها في الاخر انه مرتبط بالجهاز العصبي بتاع البني ادم، ان هو لما يكون الحاله المزاجيه بتاعته مش حلوه يزيد عنده. وليها علاقه يا دكتور برضو ان في ناس تيجي تقول لك انا ساعات اما بتنرفز وبتشنج بحس ان بطني اكن في انتفاخ. هو بيبقى تقلص اللي هو يعني الـ 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 الوجع بتاع البطن بنتيجة التقلصات في المصارين. تعرف القولون اللي هو ايه؟ اللي هي القولون اللي هو المنبار. اللي هو ما لسه بشاور عليه، اللي هو الملفوت اللي هو المنبار. عارف المنبار؟ احنا عندنا مصارين رفيعه دقيقه وغليظه. خلينا نتكلم بلدي يعني. ايوه مصارين رفيعه رفيعه اللي هي زي اللي عند الجزار بتتحشي لحمه. ايوه. وعندنا المصارين اللي بتتعمل سجق اللي هو اللي بتحشي رز. ده المنبار اللي بتحشي رز. ده قولون. قولون ده طوله قد ايه؟ متر و40 سنتي. قد كده. طويل. ما عشان كده الدكتور في مثلا في العمليات الحديثه عشان يصغروا معده الشخص فبيعملوا تصغير للامعاء دي، بيقصوا جزء منها. لا يعني اللي هو الباي باس ده، لا ما عمليه فاشله يعني. ما هي بترجع تاني يعني. لا مش بترجع، ليها اضرار جانبيه كتير قوي. وبعدين الامعاء الرفيعه دي 6 متر. 6 متر امعاء رفيعه ومتر ونص امعاء غليظه، ادي 7 متر ونص. فالقولون اولا هو منتشر جدا في مصر. الاكل ساعات يلعب دور في الاكل. ودكتور احنا من الشعب اللي يحب مثلا البصل الني، التوم الني، يعني بناكل الحاجه بخيرها كده، وده حاجه صحيه عشان البصل فيه انتي اوكسيدنت اللي كنا بنتكلم عنها من شويه. بس الناس المرضى اللي بتعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي دي بتبقى ماساه عندهم، البقوليات والبصل والتوم، وكمان ساعات الحاجات الورقيه. يعني مثلا في ناس تيجي تقول لك لا خد حاجات ورقيه تريح لك المعده، لا ده في ناس لما تيجي تاكل الخس والكابوتشي تحس بانتفاخ اكتر وبتحس بالم اكتر. بص حضرتك